عماد السالمي، كان في سؤال على رونالدو وعدم تسديده من الفاولات والى متى، وش السبب؟ داخل واضح داخل في مرحله ضغط في امرين، هو لاعب كبير جدا، فهو حضر لاجل تسجيل الكرات الثابته كهدف يعتبر رئيسي، لاعب كبير مثل كريستيانو، لكن اليوم نشاهد في مرحله ضغط في امرين فقط، اعتقد انه قادر على كسر هذه الامور اللي هي التسجيل في مرسول بارك واحد، وتسجيل الكرات الثابته اثنين. اختلف معه انه ما عنده انسجام، لا، الكرات الثابته عند كريستيانو رونالدو ما تحتاج الى انسجام غالبا بقدر ما تحتاج الى توفيق، هو نفذ كرتين ثابته كانت مميزه امام الباطن، كانت تحتاج الى التوفيق، لا اعتقد سيسجل قريبا من الكرات الثابته. دكتور سلطان، اول شيء الكرات الثابته اعتقد انه على مستوى الدوري تكلم عن فقط 6 اهداف، الاعلى سعد بقير بهدفين والبقيه 4 اهداف، اعتقد تنفيذ رونالدو ممكن انه في كل الكرات اللي نفذها تكلم عن 8 كرات ثابته في الدوري وكرتين في الكاس، ما كانت حتى في اتجاه المرمى ممكن الا فرصه وفرصتين، فممكن مع التمرير الاكثر مع الضغط اللي على رونالدو وان كان لاعب كبير، ولكن اعتقد انه ينفذ كل الركلات، هذا شيء اعتقد انه لو يعطي فرصه لاكثر من لاعب يكون فيها التنافس اعلى وحتى رونالدو يعود للتسجيل.